طبعا الكلاسيكو امس كان شفنا بصراحه واحده من اجمل مباريات الكلاسيكو في السنوات الاخيره. كان اداء على مستوى عالي جدا، اداء تكتيكي من الفريقين على اعلى مستوى. مجريات المباراه كانت متقلبه ومتغيره. نقدر نقول انه ريال مدريد اعطى كتف قانوني لبرشلونه وتقريبا ابعده قليلا عن المنافسه على بطوله الدوري. احنا كنا فرق نقطه هي فرق نقطه، لكن الجولات المتبقيه قليله، ما كثير. يمكن اعتقد باقي 10 جولات، يمكن دي الجوله كانت 28. 10 جولات باقي 10 جولات، لكن اعتقد انه ريال مدريد بالريتم العالي اللي عليه ده صعب جدا جدا يخسر. شفنا الموسم اللي فات ريال مدريد اعتلى الصداره برضه تقريبا في نفس التوقيت ده، جوله 28 واصل لحد النهايه وفاز في كل المباريات المتبقيه له. اتلتيكو مدريد ايضا رغم انخفاض مستواه، بس اعتقد انه الان شعر بالخطر وما حيفرط في 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 النقاط المتبقيه من الدوري. دخل طبعا اذا اتكلم عن الناحيه الفنيه للمباراه، برشلونه دخل بنفس التنظيم بتاعه 3-5-2 اللي لعبه المباريات السابقه كلها. الفرق الوحيد اللي غير كومان في التشكيل انه وضع ديونج، اخذه شاله من قلب الدفاع وحطه في وسط الملعب عشان يلعب بثلاثه لاعبين وسط. مع وجود الاطراف ديست والبا عشان يشكلوا خماسي خط وسط، وجاب اروخو في قلب الدفاع. اضطر كومان انه يعمل التغيير ده، يضع ديونج في وسط الملعب عشان يلعب بثلاثه زي ما قلت، ثلاثه خط وسط عشان يوقف مركز او نقطه القوه في ريال مدريد اللي هي خط وسطه. بوجود كروس ومودريتش وكاسيميرو، ريال مدريد طبعا بيشكل واحد من اقوى خطوط الوسط في العالم. حب كومان انه يوقف خط وسط ريال مدريد ويمنعه من التقدم من صناعه الهجمات. وسبب ثاني عشان يستحوذ على الكوره، نجح الى حد كبير جدا جدا كومان انه يستحوذ على اللعب. في الشوط الاول استحواذ برشلونه كان حوالي 69%. الخطا اللي ارتكبه كومان او برشلونه بشكل عام هو انه برشلونه كان بيلعب بدفاع متقدم.